تفضل فضل. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، دين الله سبحانه وتعالى دين متكامل، لا تاخذ انت صفحه وتترك صفحه، لان الله عاب على الامم السابقه انهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ومدح الامه المحمديه اننا نؤمن بالكتاب كله. الله. فاذا اسقطنا هذا الامر على واقعنا، يقول مثلا ولي امر، انا ابني يروح لمدير المدرسه ويقول له والله ابني ليس له في المواد الاجتماعيه وليس له في العلوم الطبيعيه، ما فيش داعي لدراسه الكيمياء والطبيعه، هو ممكن يدرس معك لغات ويدرس ماده كذا وكذا. ياتي المدير ليقول له والله هذا نظام مدرسي عباره عن فصلين دراسيين، عباره عن 8 مواد، المواد كذا وكذا وكذا، يدرس في كل مادة كذا، يؤدي امتحان فيها، اذا وصل الى درجة كذا او علامات كذا هو ناجح، ان لم يكن فسوف يرسب بهذا المنطق، وعليه رسوم كذا، وعليه يلبس زي فلاني. الله. قبلت انا في المدرسة الامر برمته، سواء ابني يعني يستطيع او لا يستطيع. هذا في التدريس. تذهب الى مصلحة معينة تعليمات يعني بالضبط كده. تذهب الى مثلا الى يعني عقد وظيفة معين. يكتب في عقد الوظيفة ان الموظف الفلاني يحضر كذا من الساعة كذا الى الساعة كذا، وله راتب كذا، وله اجازة مرضية، وله اجازة عرضية، وله اجازة سنوية، وله حوافز كذا اذا زاد العمل عن كذا ساعة. قبل هذا الطرفان قد قبل كلاهما الامر دون معارضة وبتسليم وبلا مراء ولا جدال. هذا ما بين البشر والبشر. ذكرت لنا في البداية فضيلتك الحديث الشريف، العهد الذي بيننا وبين الصلاة. اذا هناك عهد. طيب، هذا العهد قد يستهين به البعض لانه اخذ من الدين الصلاة فقط، حتى لو صلى حتى لو صلى. لكن هناك بقية، احنا قلنا من قبل آيات العبادات في القرآن لما أحصيت وجدت 10 و100 آية، وآيات القرآن 36 و206,000، يعني 6,236 آية. لما تقسم فضيلة الشيخ عدد آيات العبادات على إلى نسبتها إلى نسبة عدد آيات كتاب الله، تجدها جزء إلى 62 جزءا. سبحان الله، جزء من 62. تمام. طيب، أنا يعني إذا صليت الصلوات في وقتها بنوافلها، وصمت الشهر الكريم، وزكيت عن مالي، وحججت، وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وإلى آخره، كل هذه آيات عبادات. هذا جزء من 62. ما الفائدة من صلاتي للفجر حتى وانا اظلمك، وانت تصبح في صلاة الصبح وقبل صلاة الصبح تقوم الليل وتدعو علي لانني اخذت من مالك، او خط في عرضك، او ما حفظت سرك، او اذى رجل ظلمتك يعني، او اذى رجل زوجته، او اذت زوجته زوجها، الى اخر هذا. ما الفائدة؟ 3 لا ترتفع صلاتهم فوق راسهم شبرا، عاق لوالديه، مع انه بيصلي، مع انه صلي، سبحان الله، ومدمن خمر، والديوث يا ستي الذي يرى القبح على اهله ويسكت عليه. اذا قضيه ان تجد واحده تصلي يقول لك انا يا سيدنا الشيخ اواظب على 2 و5 صيام واقوم الليل لكن غير محجبه. الله. اقول يعني تركت الفرض ومسكت في السنه؟ سبحان الله. انا لا استطيع ان اقول لك اترك السنه، لا، لكن اقول لك عليك بالفرض، فان الفرض والنفل كراس المال والربح. بالنسبه للتاجر رأس المال والربح. الله. لن يخلص الله لك الربح الا اذا خلص لك رأس المال. الله الله، جميل، واخبرك عرفت، جميل. يعني يعني انا الان عندي رأس المال، لكن رأس المال هذا، رأس المال هو الفرض، طيب هذا رأس مالي، والنوافل اللي عبارة عن ارباح، طيب السنن. لن يخلص لك الربح، الربح لا يكون كاملا في يدك. أيوة. الا اذا خلص لك رأس المال، يعني انا اقترضت من البنك او من المصرف او اقترضت مبلغ، خلاص كل ربح ياتي الي ليس خالصا، لاني هتسدده. طيب، مش الاول اعمل الفرض بقواعده، بسم الله ما شاء الله، من اسبغ وضوءها واتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الابيض. الله. وترتفع الى ربها داعيه لصاحبها الصلاة. حفظك الله كما حفظتني. الله اكبر، ما شاء الله. واذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق،
الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها قائلة له وداعية عليه، ضيعك الله كما ضيعتني. سلم يا رب. لأن أبو حامد الغزالي يقول إن الصلاة جارية، فهل تهدي إلى الملك جارية عمياء أو بكماء أو شلاء أو صماء؟ لا طبعا. لابد أن تختار أجمل هدية تغلفها تضعها. يبقى إذن خشوع، خضوع، ذلة لله سبحانه وتعالى. حتى وصل الأمر بأحد الصالحين يقول عشت 20 سنة أحفز نفسي على الدخول في الصلاة، كاره كبيرة عليه صعبة، ثم عشت بعدها 20 أخرى أحفز نفسي على الخروج منها. يا الله ما شاء الله. لما ذاق لما ذاق عرف الله اكبر ما شاء الله لما ذاق ودخل سبحان الله. ولذلك اللي بيأنسوا